لاعبين عربية لا حلول استسلامية. اللي صار البارح معناتها في غزة والعدد المهول تاع الشهداء اللي سقطوا البارح معناتها على يد آلة الاحتلال الإسرائيلي خلانا معناتها خلى الناس تجي اليوم وتساند تشارك في الوقفة هذه اللي هو ماهوش معناتها هذا واجب كل تونسي انه يساند الوقفة هذه، واحنا ان شاء الله باش نواصلوا التحرك معناتها من اجل نصرة الحق الفلسطيني اللي هو بالنسبة لنا احنا حق انساني، معناتها حق ماهوش نتاع أمة عربية أو أمة إسلامية أو توانسة أو فلسطين وحدهم، وحق إنساني لازم يتم دعمه من كل أحرار العالم. زعما محمد ما خلى وراك الحكاية، دابا سهلة أمريكية على راضي تونسية. هذا شكل من أشكال المواجهة رغم البعد اللي سمحت به السفارة الأمريكية، لأنه يبدو أن السفارة الأمريكية تتحكم في كيلومتر ديامتر على محيطها لتلقي بالمحتجين على بعد كيلومتر في مكان منعزل في مكان منزوي على إرادتها وعلى كيف السيد السفير الأمريكي، وهذا إشكال وهذا حقيقة عار للحكومة التونسية وعار للمشرفين على تسيير شؤون الدولة التونسية. لا تكفينا علاقات، لا مصالح، لا شفرات، لا تكفينا علاقات يا غنوش يا سمسار، لا القدس بالدولار بنيقاب يا شباب يا عبيد أمريكان. وتو نذكروا الناس اللي جاينا احنا في 4 جويلية جايتنا احتفالات العيد الوطني الأمريكي واللي متعودين السياسيين والإعلاميين والمجتمع المدني يحجوا لها معناتها ويقابلوا السفير الأمريكي ويشاركوا في الاحتفالات، إن شاء الله السنة ما يشاركوش وإن شاء الله يقاطعوا ويوريوا موقف للأمريكان للإدارة الأمريكية أنه التوانسة راهم ما ينجموش ينساوا يتنازوا على الحق الفلسطيني، ما ينجموش ينساوا نضالات الشعب الفلسطيني، وهذا هي موقف مبدئي مش باش يتغير بتغير الحكومات وبتغير الإدارات. De tu brazo libertario.